أهلا بكم من جديد. وأحوال الطقس، الأجواء الحارة نسبيا اللي بنعيشها حاليا يمكن بتطرح تساؤلات عديدة عند بعض الناس أو الأغلب. هل ده هيكون شكل الطقس في العيد؟ وهل إحنا فعلا في انتظار أيام مليانة بعواصف ترابية خلال الأيام القادمة؟ طيب، تفاصيل كتير تكشفها لي دكتورة منار غانم، ضيفتنا العزيزة، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية. يعني هتطلعنا على حالة الطقس تحديدا الأيام المقبلة، أيام أعياد الفطر. كل سنة وأنتم بخير وطيبين. أهلا بيك يا دكتور، كل سنة وأنتي طيبة. اهلا اهلا بحضرتك استاذه رغده، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع، وكل سنه وحضراتكم بخير يا رب. وأنتي بخير. كلمينا بقى عن حالة الطقس النهاردة، وخلينا نتطرق بعد كده لطقس العيد إن شاء الله. طيب خلينا نقول طقس النهارده الاول. بالفعل يمكن احنا من الساعات الاولى من الصباح بدانا نشوف فرق بين طقس النهارده وطقس امس. انخفضت درجات الحراره عن الامس بحوالي 3 درجات، لان احنا بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار 36 درجه مئويه. اليوم متوقع تكون درجات الحراره على القاهره 33 درجه مئويه، يعني في انخفاض طفيف في درجات الحراره مقارنه بالامس. والطقس خلال فتره النهار هنشعر بيه ان هو طقس ربيعي حار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هيظل شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار. وهنلاحظ كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. دي فترة ايه تحديدا يا فندم؟ يعني من يوم ايه ليوم ايه، لو نقدر نحددها؟ هو النهارده من الصبح، يعني النهارده يعني اليوم، وهيكمل كمان معانا ان شاء الله على مدار الايام القادمه، يمكن يكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. انخفاض طفيف في درجات الحراره اليوم 33، غدا الاحد متوقع يكون في كمان انخفاض اخر في درجات الحراره وتكون 31 درجه مئويه. اللي هي الوقفه، اللي هو يوم الوقفه. بالظبط ان شاء الله. يعني الانخفاض ده يوم تقريبا الوقفه يعني قيمه كام درجه؟ يعني هينخفض عن اليوم بحوالي درجتين بس. الاجواء هتظل اجواء حاره خلال فتره النهار، ترجع تاني ترتفع الدرجتين دول يوم العيد باذن الله. يعني احنا متوقع ان اول ايام العيد يكون درجه الحراره على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه. نقدر نقول ان هو شبيه لحد كبير بطقس اليوم، يعني اول ايام العيد حاله الطقس خلال فتره النهار هتشبه اليوم، لانه متوقع اول ايام العيد تكون العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه. يعني اجواء حاره خلال فتره النهار. خلال فترات الليل الاجواء بتكون لطيفه على اغلب مناطق الجمهوريه حتى القاهره الكبرى شمال الصعيد. لكن مش هيكون في بروده زي يعني مستهل ايام رمضان، يعني مساء كان بيبقى الجو بارد جدا. يعني هي درجات الحراره طبعا ارتفعت عن الايام الماضيه اللي كنا بنشهد فيها بروده، ودرجات الحراره انخفضت ل 14 و16 درجه مئويه خلال فتره الليل. متوقع يكون مع نهايه الاسبوع ان شاء الله في انخفاض في درجات الحراره الصغرى، لكن مش هنوصل للبروده اللي احنا هنحتاج فيها تاني للملابس الشتويه او الملابس الشتويه الخفيفه. ان شاء الله درجات الحراره بدات ترتفع، بالاضافه كمان نسب الرطوبه بدات ترتفع خلال فترات الليل، فده بيساعد على عدم الاحساس بانخفاض درجات الحراره. بالإضافة كمان إن إحنا يمكن من الساعات الأولى من الصباح مستشعرين نشاط للرياح. في نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية. سرعات الرياح اليوم هتكون ما بين 30 و50 كيلو متر في الساعة، فنشاط الرياح ده بيساعد على عدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، بيخلينا نحس بالأجواء الربيعية خاصة في فترة المساء وفترات الليل. بالإضافة كمان إن نشاط الرياح اليوم هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، شمال محافظة البحر الأحمر. ومتوقع كمان أول أيام العيد يكون فيه أتربة ورمال مطرة في الصحراء الغربية، أو ممكن نلاحظ بعض الأتربة العالقة، لكن إن شاء الله الأجواء بصفة عامة هتساعد على الاستمتاع بأجازة العيد واستمتاع بأجواء العيد والخروجات بإذن الله. لكن أصحاب أمراض الجيوب الأنفية يعني هيكونوا مستقرين شوية، ولا هيبقى صعب عليهم الأجواء الغربية؟ يعني هو الوضع مش هيبقى وضع صعب باذن الله، لا هتبقى اتربه عالقه، لكن طبعا احنا دايما واحنا خارجين ناخد حذرنا. لو احنا هنضطر للخروج او احنا هنخرج بصفه عامه، يبقى في طبعا ده الاصحاب مرضى الحساسيه الصدريه او الجيوب الانفيه، يبقى دايما في كمامات ونظارات شمسيه. الساده المواطنين النصيحه المهمه ان هو نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه من فتره الظهيره اللي هي من 12 الظهر للساعه 2 او 3 العصر. نتجنب الفترة دي لأن ده ذروة ارتفاع درجات الحرارة، في ذروة في سطوع أشعة الشمس،
فتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال الفترة دي، خلال أيام العيد، ونبدأ خلاص نخفف ملابسنا بإذن الله، نبتدي الملابس الصيفية. لكن الأطفال وكبار السن خلي بالنا من فترات الليل شوية، لأن فترات الليل مع الأطفال ممكن يحسوا بالبرودة خلال فترات الليل، فممكن تبقى ملابس صيفية ثقيلة، مش لازم الملابس الصيفية الخفيفة اللي ممكن نرتديها خلال فترة النهار. عظيم، احنا نشكرك شكرا جزيلا دكتورة على صحبتك لنا في الفقرة دي. شكرا لك على المعلومات دي. تفضلي. احنا كانت بصحبتنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية. نشكرك شكرا جزيلا مرة تانية، وده كان طقس العيد، طقس الأيام المقبلة إن شاء الله، كونوا بأمان. شكرا للمتابعة، على اللقاء.